أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني على الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم سبحوا بكرة
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمت قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قال كذلك قال ربك هو علي هين هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي ساقط عليك رطبا
واشربي وقري عينه. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عنا.